ولذلك يعني انبهر كثير من الغربيين وغير المسلمين وعقلاء الغرب والامريكان والشرق بالرسول صلى الله عليه وسلم، واعجبوا بسيرته عندما قرأوا سيرته. فبرنارد شو ماذا يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول إني أرى واجبا أن يدعى محمدا منقذ البشرية، وقال لو أن أحدا في مكان محمد لنجح في حل مشكلات العالم. هذا الرجل يعني لم تأخذه العصبية العربية أو النزعة الإسلامية ولا العصبية العربية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عربيا ولا مسلما أصلا. والشاعر تولستوي شاعر روسي هذا يقول إن محمدا من عظام الرجال المصلحين، يكفيه فخرا أنه أنقذ أمة برمتها وجعلها تجنح إلى السكينة والوقار. وعالم هندي يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يسمى قسواي هذا عالم هندي ليس مسلما، يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إليك يا محمد إجلالي وتعظيمي، إليك يا محمد أطأطئ رأسي، فأنت حقا رسول من عند الله، وإن قوتك العظيم مستمدة من عالم الغيب الأزلي الأبدي. ويقول برنتون أحد الغربيين، شعرت لا خطيئة أعظم من إنكار هذا الرجل بعدما درست ما قدمه للإنسانية. إلى غير ذلك من العقلاء الغرب ينصفون النبي صلى الله عليه وسلم إنصافا، حتى من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله قطعا، أي لا يؤمنون إلا بالماديات فقط، لا يؤمنون إلا بالمحسوس وما وراء المحسوس لا يؤمنون به. شبل الشميل كما يذكر عنه هذا الرجل الملحد أحد أساطين الإلحاد في العالم العربي، وكان في عهد السيد محمد رشيد رضا الذي كان يكتب عن مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحرر جريدة المنار. فكان شبلي شميل يقرأ عن مناقب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعجب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكتب كتابا إلى السيد محمد رشيد رضا، قال في هذا الكلام يعني في هذا الكتاب: إلى غزالي عصري، أنت تنظر إلى محمد كنبي وتجعله عظيما، وأنا أنظر إلى محمد كرجل وأجعله أعظم، وإن كنا في المبدأ الديني على طرفي نقيض، إلا أننا يجمعنا العقل والإخلاص الواسع، العقل الواسع والإخلاص. ثم كتب بعد ذلك قائلا: الحق أولى أن يقال، فقال: دع من محمد في سدى قرآنه ما قد حواه للحمة الغايات، إني وإن أكو قد كفرت بدينه، هل أكفرن بمحكم الآيات، أو ما حوت في ناصع الألفاظ من حكم، روادع للهوى وعظات، وشرائع لو أنهم عقلوا بها ما قيد العمران بالغايات، نعم المدبر والحكيم، وإنه رب الفصاحة مصطفى الكلمات، ببلاغة القرآن قد غلب النهى، وبسيفه أنحى على الهامات، من دونه الأبطال في كل الورى، من سابق أو حاضر أو آتي. فقد أنصف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأبيات التي ذكرها: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي عظيم أرسله الله تعالى إليه. وإذا كان هناك من الناس اليوم خاصة من الشباب من يذوبون في حب لاعب هكذا، أو يذوبون في حب ممثل ما يسمى بالنجم أو بالممثلين، أو يذوب في شخصية ما مع أن تلك الشخصية لم تقدم له شيئا، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يجب على الشباب اليوم خاصة وعلى الناس عامة أن يذوبوا في حب نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وذلك بالتأسب في ملبسه، في كل شيء، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في حركاته، في سكناته، في مشيه، يعني في سفره، في حضره، عند ركوب السيارة. أنا أعلم أن كثير من الناس اليوم لا يقرأ دعاء السفر كما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأكل وفي هناك من يشرب بالشمال ويأكل بالشمال، يتعمد ذلك، يشرب بشماله ويأكل بشماله، مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يأكل، هكذا قال الحديث، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. لماذا؟ قال: لا، إن الشيطان، هنا تعليل، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهل نحن تأسينا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟